سوق يعني توفيق غير عادي، يمكن كمان قرار تحكيمي كارثي، ولكن كرة القدم خلينا بنقول يعني ان هي بتعترف بالنتيجة في الاخر. استاذ خالد معلش قبل ما ننتقل للي جاي والعودة للدوري وماتش يوم الاربع والاسماعيلي، معلش احنا مهم جدا برضو نشوف الدروس المستفادة من ماتش امس، لان اكيد القادم لازم يكون بقى ايه افضل من اللي فات، لان ما عندناش اعتقد رفاهية ابدا التعادل او الخسارة. طبعا بص انت رجعتي على الخطأ التحكيمي، نمسك في الاول كده نقول في خطأ بقى عندنا احنا كأهلوية بنقع فيه اليومين دول، ده من يقول لك ما عليك او سيبك من الخطأ التحكيمي، سيبك من ضربة الجزاء، احنا كنا المفروض نجيب. لا ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها ان انا اتكلم على حقي واقول ان انا اتظلمت، ان انا ممكن وارد جدا وده حصل وبينعكس سلبا على حتى على اللعيبة. اللعيبة بتشوف ان انا حتى لو اتظلمت الجماهير هتسيب الظلم اللي وقع عليا وتتكلم فيه ان انا كان عندي سوء توفيق. طب ما ماشي اوكي، احنا قلنا ان في سوء توفيق، انما لابد ان احنا نقول احنا اتحسب علينا ضربة جزاء ظلم، احنا خسرنا نقطتين بسبب ضربة جزاء ظالمة. ليه الكلام ده مهم؟ لانه بيعمل ضغط على أصحاب القرار في الكاف، لما يلاقوا الجماهير نفسها رافضة ده، النقاد رافضة ده، المسؤولين رافضين ده، أكيد هيكون في عناية، في تنبيهات. النادي الأهلي ما بيطلبش أكتر من حقه فقط، فلما يكون في ضغط جماهيري مطلوب وضغط مسؤولين مطلوب وضغط من كل الأوجه ونقاد وكل حاجة، هيقولك لا خد بالك وانت بتحط حكم للأهلي لابد أنك تنبه عليه ياخد باله كويس قوي، لابد ان يكون والزمالك وكل الفرق لابد انك تاخد بالك وانت بتتعامل، ان الناس دي ما بتسكتش على حقها. انما فكره او الفكره اللي طالعه اليومين دول، سيبك من الحكم، انا كنت المفروض، لا ده غلط. لو هتتكلم في كل الاوجه اتكلم في كل الاوجه واوجه وطالب بحقك، ده جزء مهم. عشان الناس مش مرضيه من الاداء عموما. لا الاداء كان كويس، الاداء كشكل الفريق الاداء كويس، احنا في اخطاء في التعامل وانهاء الهجمات، ده ان احنا نتعامل معاه. انا مش ما اكونش انا الدبه اللي تقتل صاحبها، ان انا اسيب حقي وادور على حاجه تانية، لا ده حقي لابد ان اكون اطالب بيه. وانا من هنا بقول ان اتمنى واثق ان النادي الاهلي برضو لابد انه يتعامل مع الموضوع بشكل رسمي، وان يكون في تصريحات من المسؤولين ان احنا ظلمنا في ضربه جزاء، ولابد ان يكون في تحرك للي جاي. انت اكيد تحركك، احنا ياما اتظلمنا في افريقيا تحديدا وفي الدوري هنا، والموضوع ما بيرجعش، ما فيش حاجه بترجع، انما بتتكلم قدام في المستقبل، لابد انك تتحرك على كل الاوجه وكل الاصعده. دي جزئيه مهمه نستفيد منه ايه؟ اللي بنتكلم فيه الحاجات الفنية، الأخطاء الدفاعية اللي لأنك طبيعي هتلعب قدام فريق على أرضه، ظروف صعبة، الأرض صعبة، هيستغل الأخطاء اللي هو شافها منك في المباراة الأولى. أكيد هو هيهاجمك، مش هيكون زي ما هو هنا، هو بالنسبة له حقق نتيجة إيجابية بالتعادل معاك طبعا. هيسعى بشكل طبيعي أنه يكسبك هناك، وبالتالي انت لابد انك كل الحاجات اللي انت وانت شفت بالنسبه له عنده اخطاء، هو عنده اخطاء بالجمله، هو عنده سوء تمركز كبير، سوء تمركز واضح جدا في الكرات العرضيه، مفيش اي تعامل منهم. شوف بواليا طلع خد كام كوره، شوف مروان خد كام كوره او لعب كوره ازاي، محمد شريف لما نزل، فلا في الكرات العرضيه نشتغل عليها بشكل كويس، نوصل بشكل كويس، هنجيب اهداف. انت فيتا كلاب فرقه مش صعبه، يعني مش عايز بس الناس تهول الامور، فرقه في المتناول جدا هناك، وعلى فكره ده اللي واصل للعيبه، وان شاء الله ان ده يحصل، فرقه انك ممكن تكسبها هناك. النادي الاهلي طبيعي طبيعي لابد انك ترجع لثقافه اكسب بره. النادي الاهلي بيكسب بره، وعندي مش بدعه، النادي الاهلي هو اللي علم افريقيا كلها اكسب بره زي اكسب جوه، ودلوقتي في فرق افريقيه بتكسب بره زي ما بتكسب جوه. بس انا عندي نقطه بس، لان طالما ذكرنا المشاكل اللي بتواجهنا حاليا، احنا عندنا مشكله في يعني اليه التهديف. لما اجي اقول هنا طيب انا دلوقتي عايز اعرف ازاي ازيد من اليه التهديف عند المهاجم بتاعي علشان يعني الفينش كمان يتم، نتكلم بصراحه نتكلم بصراحه طبعا عايزين نزود ثقه شويه في المهاجمين بتوعنا.
في الثقه المهاجمين بتوعه من المدير الفني تحديدا. يعني بمعنى وخلينا نكون واضحين، محمد شريف كان شغال كويس قوي مع الفرقه، جاب واليا يومين تمرين بالظبط دخل على الفريق. هرجع وانا مصر ان انا اقول ان دي كان ظلم شويه لي، واليا لعيب مش وحش، هرجع عيدها تاني وتالت على الرغم ان في ناس بتشوفني دلوقتي ومش في بعض مش عاجبه الكلام، واليا لاعب مش وحش، انما تم اشراكه في ظروف صعبه، انما طبيعي خصوصا كان محمد شريف حتى متألق جدا، حتى لو يعني انت شايف او اي حد شايف امكانيات بواليا اكتر من امكانيات محمد شريف، الطبيعي الطبيعي اي حاجه في الدنيا بتقول لك انا لما اشوف مكنه شغاله واشوف حد حظه كويس وبيقدم لي اللي انا عايزه اسيبه شغال. ايوه بس النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي فكره ان بواليا مش وحش دي حقيقه وواقع، لكن مؤخرا بقت مستفزه بالنسبه لناس كتير. ما هو عارف لو وحش ما كناش هنتكلم عنه من اساس، لكن انت يعني تحركاته لعيب نشيط لعيب عنده بص قول زي ما انت عايز، بس في الاخر بواليا بيروح عايز يجيب جون اعجازي، يعني بيروح بيفكر انه هجيبها فين، في اليمين في الشمال، فبتطلع بالشكل اللي انت شايفه. انما هو لو بيفكر انه يلعب لعب عادي هيجيب جون. ده هو ده من ايه؟ ده من الضغوط اللي عليه. مش انا لا ما بجيبش مبرر لبواليا، لو انت لو بتلاقي مهاجم ما بيوصلش هتقول ده هو ما بيعرفش يتمركز، ما بيعرفش يسرق المدافعين، ما بيعرفش بالظبط هو بيعرف يعمل يعني كل ده، انما هو عليه يعني لو كان بقى يعني المفروض نقول ان لابد ان يكون في تهيئه نفسيه لكده، ولازم من وجهه نظري برضو الفتره اللي جايه بالضغوط اللي فيها يكون فيها اعداد نفسي معتبر، بمعنى متخصصين. انا النادي الاهلي، انا النادي الاهلي دايما سباق في الحاجه، شايف ان في ظل الظروف السوشيال ميديا اللي موجوده والضغوط اللي موجوده اتعامل. انا من زمان قوي انا اول ناس من اول الفرق اللي دخلت التهيئه النفسيه والمعدين النفسيين. هو بدر بنون كان حد لحق يهيئه نفسيا والراجل بعد تلت ساعه من وصوله اثبت كرامات. ما تقيسش مع فرق الـ يعني البوزيشن بتاع كل لاعب. لا ما تقيسهاش كده، دي شخصيات اللاعب، شخصيه اللاعب. احنا بنتكلم في الطبيعي ايه؟ الطبيعي ان اللاعب ياخد وقت، الطبيعي انه طبعا ياخد وقت طبعًا علشان يعرف تحركات زمايله. وعلى فكره الدفاع غير الهجوم، المدافع المهاجم عايز يعرف معظم تحركات زمايله، عايز يعرف تحركات الجناحين، عايز يعرف تحركات الخط النص. انما بدر بنون اصلا كمان بدر جاي لك شخصيه قياديه اصلا، بدر لاعب واخد على الضغوط، جالك من نادي رايح جاي من نادي جماهيري رايح على نادي جماهيري، انما بواليا جاي من نادي الجونه مع احترامنا كامل ما لهوش قاعده جماهيريه، فبالتالي ما شافش الضغوط دي في حياته. انما انت تتكلم مع بدر لعيب منتخب لعيب الرجاء. طيب استاذ خالد عشان الوقت، لو هنتكلم بقى عن ماتش الاربع والعوده تاني للدوري زي ما كنت بقول لحضرتك، دلوقتي احنا خارجين مش باحسن وضع كمان نفسيا، انا فنيا مش هتكلم فيها دي حاجه ترجع مدير الفني اكيد، بس نفسيا دي اللي نقدر نتناقش فيها بحريتنا. هل احنا جاهزين بقى للعوده والتالق ان شاء الله في الدوري ومباراه يوم الاربع اللي هي بالتاكيد برضو مش بالمباراه السهله اكيد؟ طبعا هي مباراه مش سهله دايما ايا كان وضع الاسماعيلي في الجدول. احنا شفنا الاسماعيلي كان متعسر، وعلى الرغم ان مبارياته قدام الزمالك ما تبقاش نفس قوه مباريات النادي الاهلي، انما عمل مباراه كويسه قدام الزمالك وكان قريب انه يخرج بنتيجه ايجابيه. وبالتالي دايما المباريات اللي بطرفها الزمالك والاسماعيلي والاهلي والاسماعيلي والاهلي والزمالك بدون اي حسابات للجدول بتكون مباريات قويه. انت خارج من مباراه والاسماعيلي اكيد بيفكر انه يستغل، هو فاكر المفروض انه في حاله معنويه، انما النادي الاهلي على طول عارف، النادي الاهلي على مدار تاريخه عارف ان هو اي تعثر او اي خبط كده زي ما بيقولوا بيرجع يقوم بسرعه، وده الفارق بينه وبين اي نادي. دي مش شعارات، امسك كده التاريخ هتلاقي ده. والجيل ده على فكره انا بس حابب القي الضوء على حاجه، نفس الجيل ده بل بالعكس ده زايد عليه صفقات تقيله وصفقات كبيره موجوده عندنا ولاعيبه اتقل. بعد ماتش بلاتينيوم البطوله اللي احنا خدناها، البطوله دي اللي احنا خدناها كلنا بما فيهم انا انتقدنا اللعيبه وانتقدنا المدير الفني بعد ماتش بلاتينيوم
اللي كان بره وقلنا ان افريقيا محتاجه ان نكون احسن من كده ونكون افضل من كده. ثم كانت الانتفاضه، كنت انت محتاج انك تتعادل قدام الهلال السوداني في الظروف اصعب ما يكون على اي حد انه يتحملها، لان الهلال كان محتاج انه يكسب ويصعد. فانت لما بتلاعب فريق انه عايز يصعد على ارضه وسط جماهيره، فانت تروح تفرض شخصيتك على فريق بطل زي الهلال في السودان وتاخد التاهل من هناك، ده يقول ان نفس الفرقه دي هترجع تعمل ده ان شاء الله يعني. واثقين ان هو الشخصيه موجوده، وارد جدا ان عارف انت زي ما بقولك سيمبا كده انت تصحيه وتقول له فوق الغابه موجوده، وارد احنا بنصحيه. على ذكر سيمبا وعلى ذكر السودان طبعا تحياتنا لكل يعني اهالينا في السودان، هل تعادل المريخ السوداني مع سيمبا يعني ممكن يبقى مفيد بالنسبه لنا في اللي جاي؟ انت المنافس تحديدا دلوقتي ليك فيتا، يعني انت بدون انك ما تبص على اي حد خالص ولا اي مباريات تانية خالص، لازم نفوز هناك مبدئيا وكان كمل كلام او تتعادل. انما انا مش انا ما بحبش دايما اتكلم عن النادي الاهلي او تتعادل، يعني ما بحبش. النادي الاهلي دايما مرشح يفوز جوه وبره، دايما مرشح يفوز. واحد دلوقتي احنا يعني متعادلين في النقاط المركز الثالث، انت لو كسبت فيتا خلاص الموضوع قرب قوي، لانه هو المنافس القريب منك دلوقتي. في خناقه كده على البطاقه الاولى والثانيه، بس تحديدا الثانيه دلوقتي، مع ان على فكره الاولى مش بعيده برضو، بتحصل ممكن تحصل كده، ممكن سيمبا يتعثر في اي مباراه وتلاقي الدنيا كلها قريبه من بعض، المجموعه متشابكه، ما حدش يفكر ان الامور صعبه، لا مفيش حاجه اسمها مفيش اصعب من المره اللي فاتت. البطوله اللي احنا خدناها وخدنا البطوله، مش صعدنا من المجموعه، خدنا البطوله. النادي الاهلي لما بيتحط تحت ضغط بيظهر شخصية البطل، وهتظهر شخصية البطل إن شاء الله، احنا ما عندناش شك في كده. نأمل ده طبعا في كل ثقتنا في الفريق وفي المدير الفني. شكرك جدا أستاذ خالد، شكرا ليك وقت الحلقة كلها. شكرا لك، نورتنا وشرفتنا، نوركم دايما، وأكيد إن شاء الله بكرة بإذن الرحمن يتجدد اللقاء مع كل حضراتكم. حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي، بنشكركم على حسن المتابعة. صباح الخير.